رقم لم يكن متوقعا. وصل ل203 شاحنات محملين بمساعدات إغاثية إلى الشعبين السوري واليمني، انطلقت من العديلية كعادة جمعية السلام الخيرية، محطمة بها الرقم السابق بما يقارب 100 شاحنة. الحقيقة استأذنت صاحب السمو أن أمثل في هذا الحقيقة الحفل الكبير. أول شيء قال هذا اللي الله سبحانه وتعالى يحفظ فيه البلاد والعباد، وأبيك تشكر لجميع القائمين على هذه الحملة. الشيء الثاني شكرا كذلك يشكر أهل الكويت اللي تبرعوا، ولولاهم لما وصلت هذه الحملة إلى ما وصلت إليه. الحقيقة دائما جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية عودتكم دائما وأبدا في هذه الأيام المباركة، أيام العيد الوطني للكويت والتحرير، أن تدخل الفرحة على إخواننا اللاجئين سواء في سوريا أو في اليمن، وذلك ترجمة إلى أمر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. 1000 متطوع ومتطوعة واصلوا الليل بالنهار لجمع التبرعات التي انهمرت من جميع فئات المجتمع كالمواد الغذائية والملابس لمستفيدين قدروا بأكثر من 700,000. لا شك أن هذه الحملة المباركة حملة شاحنات الكويت، حملة شاحنات صباح الإنسانية لصالح إخواننا في سوريا واليمن. هذه الحملة التي نجحت نجاحا كبيرا بفضل الله ثم بجهود إخواني وأبنائي المتطوعين والمتطوعات، وكذلك التبرعات السخية من أهل الكويت وأهل الخليج والمقيمين والشركات والعوائل والدواوين والمؤسسات. ولله الحمد وصلنا إلى تعبئة 203 شاحنات بتكلفة تقديرية 20 مليون دولار. مشهد يعكس إنسانية قائد ودولة، ونهج سطر في صفحات من نور مجسدا أسمى معاني الإنسانية من كويت الإنسانية. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.